اذا كيكه البرتقال مع الليمون، كوبين طحين، كوب وربع الكوب من السكر، نصف كوب زيت، كوب حليب سائل، ثلاث بيضات، ملعقه كبيره من الفانيليا، ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر، ملعقه كبيره من برش الليمون والبرتقال، وعصير برتقاله ونصف ليمونه. تمام. وعلى طول بنروح على عجانه سونا. بنضيف الثلاث بيضات، ومنضيف كوب وربع الكوب من السكر، وبدي ابيضهم لدقائق حتى يستقبلوا باقي المواد. رايح اضيف الزيت، نص كوب من الزيت، الان بنضيف الحليب السائل، بنضيف عصير البرتقال والليمون وبرش البرتقال والليمون. بضيف البيكنج باودر على المواد الجافه على الطحين. يا سلام. وبعديها بنضيف الطحين وين؟ ايوه على انا بس ردوا علي انتوا، ردوا علي حبايبنا. رح نرد شيف، احكي لنا. وقيت انبسطوا جدا، انا قالب الكيك بدهنه بطحينيه، يا الله ما اطيبه. طحينيه؟ هذا اللون الحلو ولا طحين ولا زيت ولا ورق زبده، بس جيبوا قالب. هاي فكرة حلوة. ودهنوه بطحينية، طلع المنظر محلا. والريحة. يعني هذا طبعا الكيك لو تشموا ريحته خرافية يا جماعة. لا خرافية، لا عبد الله أنت لو تشم ريحته هذا الكيك يعني بتعرف، يعني أنا شميته مرتين على قد ما ريحته زاكية نعنشتنا. طيب بعدين ننزل هالكيك وين؟ بهالقالب حبايبنا. يا سلام. الان الخبيز. نركز. اذا فرنة بسوارة عندك في البيت، بعت سوارة وجبتي فرن، يا سلام انت بخير. يا سلام. 160 50 دقيقة بالنص. فرن عادي 180 نصف ساعة على الشبك النص ثانية.